مشاهدينا الكرام في كل مكان، سعد الله اوقاتكم واهلا وسهلا بكم في عدد جديد من فقرة النقاش التي تأتيكم ضمن غرفة الأخبار مباشرة عبر قناة البلاد. بداية أهنئ كل الشعب الجزائري ومن خلاله كل الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث اليوم في هذه الفسحة وفي هذه الدقائق المعدودات عن السياحة الصحراوية في الجزائر وسياحة الجنوب الكبير في الجزائر كرافد من روافد بناء والدفع والتنمية الاقتصاد الوطني أولا، ثم كأفاق واعدة من خلال المكنونات وما تمتلكه الجزائر من خيرات سياحية في هذا الجانب خاصة في الجنوب الكبير، ونحن مع بداية السياحة الصحراوية والفترة الخريفية والشتوية. للحديث على هذه النقاط وأخرى يسعدنا أن نستضيف معنا صبيحة اليوم دالي محمد المكلف بالإعلامي والعلاقات الخارجية للجمعية السياحية للتطوير والترقية للجنوب الكبير. أهلا وسهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا بكم ونشكركم بزاف على هذه الاستضافة للقناة نتاعكم للبلاد، ونتمنى لها النجاح والتوفيق، وإن شاء الله ندخل في المواضيع على السياحة بصفة عامة والسياحة الجنوبية بصفة خاصة. نعم، ربما قبل أن نتكلم على السياحة الجنوبية، اختتم في الجزائر العاصمة منذ أيام المعرض الدولي للسياحة والأصفار، أين كانت هناك مشاركة لعديد الدول، وكذلك كان جانب كبير من الحاضرين مخصص للسياحة الجنوبية ولسياحة الجنوب الكبير في الجزائر. خلينا في البداية نتكلم على واقع السياحة اليوم في البلد، كيف هي السياحة في البلد اليوم؟ أولا السؤال هذا في المستوى وخاصة على الطبعة 21 السياحة، الصالون تاع السياحة والسياحة والأصفار في طبعة 21 اللي قالوا اللي تسمى مؤخرة هنا بالجزائر العاصمة، وشاركنا احنا فيها. أنا حضرت في الأيام الأخيرة، كان في الحق في المستوى علاكة في المستوى، راك تعرف باللي الجزائر عانت كثير، وماشي غير الجزائر، قاعد الدول من جانب السياحة دي عامين من 2019 حتى 2000 وآخر 2021 بسبب وباء كورونا، بسبب وباء كوفيد 19 أثر على السياحة، وما كان لا ترويج لا حتى حاجة، ما كانش هذا اللي صار هذا، ودوك الحمد لله آفاق جديدة، وهذا الصالون يلعب دور، خاطر هذا الصالون واش هو الوجهة نتاعه؟ هو الترويج والدعايه والتسويق للسياحه بصفه عامه. وكما قلت لي درك المنظور تاع واش تقول في السياحه هذه، نقول لك حنا واش نتمناو. حنا كي هنا في الصحراء في الجنوب شفنا في الاخر العام تاع 21 وخاصه السياحه الداخليه وهذه المناسبه تاعها، جاوا بزاف من العائلات والاطوار تاع التعليم الثلاثه، المدارس الجامعات الثانويات في ديك الفتره جاوا لخاطر كانوا محصورين بكورونا، ما تحركوش كما حنا نقولوا، ما خرجوش وين يطوروا، جاوا للجنوب الكبير، كان الجنوب الكبير استقبلهم باستقبال حار وشافوا المناطق الخلابه لخاطر عارف. نعم، خلينا نتكلموا الان على الجنوب الكبير وما يحتويه الجنوب الكبير من خيرات، من فرص لخلق السياحه ولتطوير السياحه خاصه من السياحه الداخليه، وجعل هذا النشاط نشاط سياحي رافد من روافد بناء الوطن وعامل من عوامل الدفع بالاقتصاد الوطني. لكن هل اليوم الجنوب الجزائري مهيأ لاستقبال السياح من داخل الوطن ومن خارج الوطن؟ يعني هذا سؤال ممتاز. الجنوب الكبير ومش غير الجنوب الكبير، حتى الشباب في السياحة ما عندناش، مازال ما طورناش الخطر. هي واش يقول لك، هي كان قاعدة باش تطور السياحة بصفة عامة وفي الجنوب خاصة، هناك قاعدتين، هو النقل بصفة عامة المواصلات، ثانيا الهياكل تاع الاستقبال المرافق. هادو خص اولا الدولة تساعد المستثمرين، دير انجيشي سبيسيال المستثمرين بغاو من الداخل باش يطوروا باش يستثمروا في السياحة. هنا تكون شوية نقول ما يلقاش كيما خاص، هذا خطرة من جاو قلت لك في آخر السنة تاع العام اللي فات، لقاو مشاكل في الإيواء في النقل في المطعم، خاطر كيما نعطيك أنا مثال في تاريخ في تاريخ مثلا، وصلت عدد السواح من الداخل، هذه السياحة الداخلية في المناسبة تاع العام الجديد ومناسبة تاع مولد، هنا في مولد راس وصل الله عليه وسلم، ونتمنى للشعب الجزائري بهذه المناسبة كل استقرار ونجاح، ونهنيه بهذه المناسبة. جات قريب هذه غير تاريخ المدينة تاع تاريخ، هذوك دايرة تاع تاريخ، عدد السكان ما يفوتش 20,000، وصل في ديك المدة من 7 ديسمبر حتى نقول جانفي كاتول كيما نقول العام الجديد، وصل حتى 40,000
سائح للداخل. معناه ضعف تاع سكان المنطقه. هنا بداو مشكله في الايواء وفي النقل، بداو يتنقلوا مثلا صح المدينه من تاغيت البشار كان 90 كيلو بعد ماشي كيما من بشار لبني عباس 250. معناها اصبحوا يباتوا في بشار ويروحوا يديروا سياحه في تاغيت، من تاغيت اللي باش الايواء والمطعم في بشار وسط المدينه الولايه تاعش. نعم. ومن بعد يمشوا في الصباح لمدينه تاغيت يديروا دوك الزيارات ويقوموا بالسياحه كما قلنا والاخر. وهكا ثاني في بني عباس وهكا في تيني، ودوك بقات قضيه تاع الايواء. رغم نقولوا الدوله ساعدت، كان واحد السيركيلار لو 12 جوان 2012 يسمح لهذه اللي تسمع بها نتاع الايواء عند السكان نجمو شي لابيطون. هذه نفعت بزاف، وخاصه الايواء في القصور الايواء عند السكان هذه نفعت شويه نبيعها. اذا اليوم يبقى عائق اساسي امام نشاط وتفعيل السياحه الجنوبيه ولا السياحه الداخليه اللي هي مشكله النقل، مشكله المرافق ممثله في الفنادق. ونعم تفضل. وثاني كان نقطه اخرى تفضل، باش نطوروا السياحه خاصها الدوله تقوم بزمام الامور. اولا كي تعرف انت الاسعار درك المناطق نتاع الجنوب الكبير بعيده على العاصمه، مثلا نعطيك مثال بشار 1000 كيلومتر، تاغي كيقول لها بني عباس سيميمون جانت الكن توصل حتى 2000 كيلومتر. السعر تاع التذكره مرتفع كبير. انت كي تجيب لي العائله تاعك وتقول باغي ندير العام الجديد ولا مناسبه عن المولد باغي نفرح بولادي في الجنوب الكبير ومع عائله. هل السياحه الجنوبيه هل هي فقط مناسباتيه؟ يجيو مثلا غير في راس السنه الميلاديه وراس السنه الهجريه لا هي مش ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم غير في هذه المناسبات الثلاثه؟ لا هي ماشي هي السياحه باش نفهمك، السياحه في الجنوب تنطلق على يقول لك الموسم السياحي كما يقولوا يوفرتير دو تورو صحيح يبدي من اكتوبر حتى افريل. خاطر علاه المنطقه في هذا الجنوب كاع كامل يكون الجو فيها معتدل، الجو معتدل ما يكون لا امطار لا رياح لا الجو مليح. نعم. دير فيه ما تتنقل فيه بالجيمه صحيح هذوك منا هذو منا. وقلنا هي كما راك تقولي نتاع ماشي مناسباتيه غير واش هي اللي يكون فيها الاكتظاظ، هي مناسبة تاع المولد والمناسبة تاع العام الجديد، وخاصة كي تكونوا العطل المدرسية. هاد شوية كي نقولوا هاد العام راه شوية في اللي راه العطل المدرسية مثلا الأطوار الثلاثة هذه يجي، وخاصة السياحة الداخلية ما عندكم من العائلات يكونوا بزاف. بصح من بعد تنقص يجوا السواح يجوا من الداخل ولكن تكون النسبة قليلة حتى المطعم والإيواء يلقاو ينغ. بصح في هاد المدة اللي قلت لك نتاع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونتاع العام الجديد يكون اكتظاظ. وحتى ذوك المناطق الصغار هذه قلت لك تاغيت بن عباس سيمون يقولوا شويه لقوا مشاكل. انت قبل ما ندخلوا الى البلاطو كنت تحدثني على شيء يسمى بالسياحه الدينيه عندكم في الجنوب. نعم. ما الذي تتميز به السياحه الدينيه عن باقي السياحات او عن باقي السفريات او عن باقي نقولوا الزيارات الى منطقه الجنوب؟ ما الذي تتميز به؟ شوف هي السياحه مقاسمه على أصناف. كاين السياحة الشاطئية عندكم هنا والجبلية والغربية، وحنا في الصحراء عندنا السياحة الصحراوية والسياحة الدينية. السياحة الدينية نسبة إلى الأماكن اللي زوروهم أماكن دينية يعني هنجي. والسياحة الطبية بعد ذلك كان عندنا الوقت نحضر على السياحة الطبية. بالنسبة للسياحة الدينية هذا الوقت اللي هذا فيه تاع السياحة الدينية، والسياحة الدينية ما عندهاش وقت محصور كاع العام، كي الصيف كي الشتاء كي ربيع الخريف. وهذه المناسبة تاع المولد. علاه؟ شوف السياحة الدينية بدون ما نهضرش شوية بالأرقام باش الجمهور الكريم يفهمنا. في السياحة الدينية عالميا تدخل في العام 18 مليار دولار. عدد الزوار 300 مليون سائح. لما تقول لي باللي السياحة الدينية في مكة المكرمة أو في السعودية نقول لك باللي الناس تزور مكة تزور المسجد النبوي تزور كذا، لما تقول لي باللي السياحة الدينية في الجزائر خليني المشاهد يعرف وش هي طبيعه السياحه الدينيه في الجزائر مثلا، يزور الزوايا يزور المساجد. السياحه الدينيه كما قلنا السياحه الدينيه وش هي في المفهوم الواسع. يجي يزور مثلا الزوايا الكتاتيب العلماء اللي متوفيين في المقابر تاعهم، اللي مثلا يشوف التراث المادي ولا مادي تاع اللي خلوه مثلا اجداد ومنا، وكما درك راه مناسبه تاع المولد يحضروا في المساجد البرداء قراءه القران الملابس التقليديه هذا. والسياحه الدينيه كما قلت لك هذه هي في الصحراء، راك عارف عدد الزوايا بزاف في الصحراء عده زوايا وعده علماء والكتب راه مسوع نتاع في الفقه نتاع في التفسير نتاع هذه قاعده داخله في السياحه الدينيه. ويزوروا مثلا المقامات مثلا كما قال تقول لي مثلا الزاويه تاع قلعه
راه فيه هذاك عالم اللي ما تسميه وراه شكون داك شكون اللي كون ديك الزاويه واجداده ولادهم ماشي الزاويه مثلا تاع تاغيت تاع بني عباس عضرار كان فيها الحجم الكبير هذه معروفه ثاني. هذه هي السياحه الدينيه، غير واش السياحه الدينيه ما عندهاش وقت محصور كيما العام الجديد ولا كيما المولد، تنجم تخدم تدخل الجزائر غير الجزائر. شوف حنا الجزائر في المدخول القومي بيب ما نفوتوش 2% في السياحه، وفي السياحه الدينيه 1.8 لا 10% بيب هذا و 18 مليون دولار في العام. والرحلات تاع كيما يقولوا تاع الحجه ولا العمره هذه 300 رحله غير هذه تاع لها. هل السياحه الدينيه اليوم راهي ناشطه في الجنوب الجزائري؟ ماشي ناشطه 100%. ما الذي ينقصها؟ ينقصها كيما انتم الترويج والدعايه وخاصه الاعلام. الاعلام راه موجود، خليني نقول لك باللي اي واحد نعرضوه ولا يجينا هنايا يقول باللي لازم الاعلام، لازم الاعلام راه فاتح بابه راك موجود الاعلام. هاني جايك بعد الاعلام قصدي ما يبقاش امام اي واحد في اي تخصص في اي مجال دائما يحتج بالاعلام. الاعلام موجود فاتح ابوابه سبع ايام على سبع ايام 24 ساعه على 24 ساعه موجود الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع. ولكن حنا واش نتمنى؟ تكون قنوات خاصه مثلا بالسياحه ولا مجلات خاصه بالسياحه. حنا ماشي نقول الاعلام راه يلعب دور تاعه، هو راه يلعب، بصح ما عندناش ذاك الترويج والدعايه والتسويق كما جيراننا مثلا. فاهم هذا اللي قلت لك في السياحه. السياحه بصفه عامه والسياحه الدينيه كاين اللي ما يعرفش، وخاصه على بالك حنا السياحه الداخليه على بالك حنا وين هذا العام السياحه الشاطئيه والسياحه الصحراويه العام اللي فات وهذه الخطره في الصيف راه شويه بدات تغيرت كيما نقولوا الثقافه. ما بداوش يمشوا كيما نقولوا تركيا وتونس، راك بداو غير هنا مثلا السياحه الشاطئيه وصلت 10 ملايين اللي جات في هذه وكانت في هذه 14 ولايه شاطئيه ودخلت وقيله الدوله على حسب الاحصائيات تاع الوزير يقول لك 200 مليار 200 مليار حاجه مهمه. كيما قلت لك السياحه الدينيه هذه راح تدخل دراهم وحنا فايده لينا درك الدوله واش خصها. الدوله على بالك راها تعاني وخاصة الميزانية تاع الدولة تاع العملة الصعبة 98% من الريح البترولي وخصنا نولوا كيما نقولوا. انت ايضا حدثتني على قبل ما نبداو في هذه الحصة بانه الجمعية هذه جمعية السياحة والتطوير والترقية للعمل والسياحة الداخلية بالجنوب الكبير كان عندكم مواسم سياحية وين زاروكم السفراء وزاروكم الشخصيات من خارج الوطن، كيف كان انطباعهم بداية على زيارة الجنوب الجزائري؟ شوف احنا بالنسبة للجمعية تاعنا احنا شادين كما نقول كاع الجنوب الكبير. عندك هذه عامين تاع كورونا لك ها السياحة هات السياحة. أنا أتكلم على قبل العامين لأنه عام كورونا هو وباء عالمي معنا كل البلدان كل الأجواء لا باش يعرف المشاهد كل الأجواء كانت مغلقة معنا هذا مش مقياس ولا معيار السنتين الأخيرة. أتكلم على قبل كورونا عندنا كانت عندنا مواعيد وجاونا ناس وخاصة السفارة على مستوى الجزائر يجونا كل آخر أسبوع يجونا سفير من السفارة ومع الجماعة تاعه وكانوا يجونا من الخارج كل صراحة كانوا يجونا جمعيات من الخارج. هذه بن عباس وتغيث كانوا يجونا جمعيات وفود كبيرة وهذه داخلة في الاقتصاد دخلك درهم. ولكن المشكلة وين؟ هذا السؤال تاعك مليح دوك تقول لي الوفود وعلاه ما راهش يجيكم. خلينا من كورونا قبل كورونا انا نقول لك ما هو انطباعهم لما جاوا للجنوب كيف انطباع كي جاوا للجنوب وشافوا الجنوب وزاروا الجنوب يبغوا الجنوب داروا لنا الراس وداروا لنا الترويج في الخارج. علاه هو السائح واش يبغي الجنوب؟ علاه الجنوب على نتوما خاطر الجنوب راك عارف خاصه كيما يقولوا الحماده والعرق الكبير والطبيعه عذراء القصور هما على بالك حنا عندنا الميزه اللي يعجبوها هذا السواح وخاصه الكتاب واللي يديروا مثلا هذو نتاع السينما ونتاع المسرح ولا الفنانين وهذو علاه يبغي الصحراء يقول لك يتريح معاه يقول لك انا كنريح بذاك العرق ولا نشوف الكوشيت صولا يقول لك تما يجوني الافكار باش نكتب الكتاب باش ندير نوجد ديك المسرحيه باش ندير الفيلم. ومن هالفيلم الكبير اللي دارها معروف الاكتور الايطالي المعروف البرتو بيروتشي دارها في ابن عباس وعطاه العنوان الشيف الصحراء. هو علاه دار هذا دار هذه بعد 10 سنين دارها في التسعينات ولا دارها في ابن عباس خاطر منطقه سياحه هو الدور نتاع الفيلم دارها باش يروج السياحه اللي عرفت كلمه كاش عربي تمشي منطقه اسمها امريكا ولا الخليج ولا مثلا اوروبا تقول لها من هو دار الترويج وعرفوا ابن عباس كان يجوا. نعم اذا من خلالكم من خلال اعمالكم من خلال الترويج للسياحه الداخليه نتمنى تطوير اكبر واهتمام اكبر بالسياحه خاصه بالجنوب الكبير خاصه ونحن في
بدايه او افتتاح الموسم الصحراوي. خلينا في ختام هذه الفقره، ما هي رسالتك اليوم لابناء الوطن اولا على الاقل اللي ربما ما زالوا يهاجروا خارج الوطن من اجل السياحه، وهما مازال ربما كثيرون وحتى انا واحد منهم اللي مازال ما نعرفوش الجنوب الكبير تاع الجزائر. لا والله بكل صراحه احنا نفرحوا هاد اخر السنه تاع 21، انا راسي فرحت عليه، فرحت ماشي غير كاع السكان الجنوب، حتى هنا في الجزائر لاحظنا ملاحظه جيده. الناس اللي كانت تمشي لهذه تركيا وكل لها تونس والمناطق هذو، والله بكل صراحه جاوا الصحراء وما كانوش يعرفوا المناطق تاع الصحراء، خاطر خلابه وخاصة التراث المادي ولا المادي، مثلا كيما الرسومات الحجرية، مش عارفوا التاريخ شكون اللي كانوا عايشين تما، مثلا القصور يسولك ودي القصر هذاك منش تبنى، يقول لك علاه كانوا يبنوا حدا الواد، تقول لي انت علاه كانوا يبنوا حدا الواد السكان، يقول لك اختار الماء والماء باش الفلاحة، ويقول لك اعطيني طبيعة البناء الارشيتكتير تاعها، هما علاه يبنوا بالطين تاع المنطقة تاع الأرض والحجرة ويديروا البلافو كيما حنا نقولوا السقف، يديروا بالجري علاه، خاطر هي كيما يقول لك الناس اللي تفهم الهندسة، علاه ذوك راها مشكلة في الهندسة في الصحراء، يبني بيطون أرمي لا القصار كي تدخلها في الصيف بارد، تقول ودي وراه الكليماتيزم وفي الشتاء حام، هذه الميزه تاعها لا لانه هذيك التربه تتعامل وتشوفوا ثاني الوادي شوفوا النخل غير غير فيها مسافه تاع الناخين تاع التمر قريب 13 15 كيلومتر. إذن الموسم انطلق وافتتح الموسم السياحي في الجنوب الكبير من خلالكم من خلال قناة البلاد، ندعو الجزائريين لزيارة جنوبهم الكبير وزيارة بلدهم والتعرف على مناطق البلاد أكثر. إذن أشكرك سيد دالي محمد مكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية الجمعية السياحية للتطوير والترقية تبادل بالجنوب الكبير، شكرا لحضورك معنا وشكرا كبير لكم أنتم وفي قناة البلاد في كل مكان. برامجنا مستمرة إلى موعد آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.